أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم تقويم أفقي، وطبعا هذا التقويم مهم جدا ومنتشر إلى الآن في جميع المؤسسات والشركات وحتى طبعا الاستخدام الشخصي. طبعا راح يكون هذا التقويم هو 12 صفحة مثل ما لاحظ. طبعا كل صفحة راح يكون بها تقويم لشهر معين. طبعا عندنا هنا مثلا شهر العاشر، وطبعا راح يكون هنا صورة دعائية معينة. في البداية راح نروح على تخطيط، ومن ثم الحجم، وطبعا راح نتأكد ان الحجم A4، ومن ثم نذهب الى الاتجاه ونختار اتجاه افقي. طيب الان من قائمة ادراج اشكال نختار هذا الشكل. طبعا راح نرسم بهذه المنطقة، هذه الطريقة ممكن انه تكون بهذه المنطقة. طيب الان من تعبئة الشكل نختار اللون القهوائي الفاتح. طبعا اللون القهوائي ممكن ما موجود هنا، نجي الى مزيد من الوان التعبئة، ممكن نختار مخصص، مثلا ممكن نختار هذا اللون، او ممكن هذا اللون مناسب جدا، موافق. وطبعا من المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الآن من قائمة إدراج أشكال نختار هذا الشكل أيضا، نرسم بهذه الطريقة. طبعا هذه النقطة الصفراء نزيد من خلالها التقوس بهذا الشكل، ممكن طبعا يكبر أكثر، وطبعا يكون ممكن أكثر بعد. طيب الآن من تعبئة الشكل راح يكون اللون أبيض، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طيب راح ناخذ نسخ، كليك ايمن نسخ، وطبعا من الصفحة الرئيسية لصق، صار عندنا شكل اخر. الشكل الاخر راح نعطيه لون وليكون مثلا اللون الاحمر، وطبعا راح نصغر من الحجم، نضغط على شفت اثناء التصغير حتى يصغر نسبة للطول والعرض. طبعا ممكن راح يكون بهذه المنطقة بهذا الشكل. جيد، الآن راح نملأ هذا الشكل بصورة من خلال تنسيق. الآن راح نملأ هذا الشكل بصورة من خلال تنسيق تعبئة الشكل صورة. طبعا راح نختار الصورة وليكن هذه الصورة. الآن راح نذهب إلى قائمة إدراج، ومن ثم أشكال نختار هذا الشكل بهذه المنطقة. طبعا من تعبئة الشكل راح نختار اللون الأسود، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا من قائمة إدراج مربع نص، راح نرسم مربع نص بهذا الشكل، وراح نكتب مثلا رقم 10. أول شيء راح نكبر حجم الخط طبعا من الصفحة الرئيسية، وراح نغير نوع الفونت، مثلا هذا الفونت Arial Black ممتاز جدا، راح نخليه بهذه المنطقة. طبعا نذهب إلى قائمة التنسيق، راح نلغي التعبئة ونلغي المخطط التفصيلي. الآن طبعا لون النص أسود ولون الباك جراوند أسود، فلابد انه نغير اللون الى اللون الابيض بهذه الطريقة. نصغر الحجم مثلا ممكن 72، جيد نوعا ما، اوكي بهذه الطريقة. الان راح نضيف خط، نرسم خط من ادراج اشكال، نرسم خط، وطبعا مثلا ممكن هذا الخط راح يكون، نضغط شيفت يكون بهذا الشكل، ونتأكد انه لون الخط من قائمة تنسيق لون الخط هو لون ابيض. الان من قائمة ادراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نكتب مثلا نكتب بالانجليزي بهذا الشكل طبعا، وممكن من تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طبعا ممكن نكبر حجم الخط. الآن ممكن طبعا راح نحول جميع هذه الأحرف إلى أحرف كبيرة من خلال أنه نحدد النص
طبعا من الصفحة الرئيسية عندنا بهذا الخيار حالة الجملة، ونختار الأحرف الكبيرة بهذا الشكل، وطبعا نختار بولد، وراح نصغر الحجم حجم النص ونختار لون أبيض، ونرفع النص بهذه المنطقة. ثم نلاحظ ممتاز جدا. طبعا ممكن نرفع العشرة إلى الأعلى. جيد، الآن راح نضيف التقويم. طبعا من إدراج الصور، طبعا عندي هذا التقويم موجود، أنا حملته طبعا من الإنترنت، فقط تذهب إلى جوجل ونكتب تقويم لأي عام، مثلا 2024-25، راح نلاحظ أن التقويم يكون موجود، نحمله على شكل صورة ونستقطع من عنده الشهر اللي إحنا نريده. طبعا هذه الصورة حتى أحركها وأتحكم بها راح أضغط عليها كليك أيمن، التفاف النص، راح أختار أمام النص. مثلا أنا أريد شهر أكتوبر، هذا هو شهر أكتوبر، فأروح إلى اقتصاص، راح أقتص أختار فقط شهر أكتوبر بهذا الشكل. جيد الآن، وأرجع أضغط كليك مرة ثانية على اقتصاص، راح أكبر النص أو أكبر الصورة بهذا الشكل. ممكن طبعا هذه نهاية المربع ويا نهاية النص. طبعا ممكن أضيف الشعار الخاص بالشركة، ممكن أكتب هنا النص اللي أنا أريده، ولكن مبدئيا راح نكتفي فقط بهذا التصميم. ممكن طبعا نغير اللون، قائمة التنسيق، تعبئة الشكل، مزيد من ألوان التعبئة، طبعا لا بأس أن نروح على مخصص، وطبعا ممكن نتحكم في اللون، مثلا ممكن نختار هذا اللون ومن ثم موافق. لون جميل ومتناسب. طبعا مثل ما نلاحظ اصبح عندنا هذا التصميم. بنفس الطريقة نعمل بقية الاشهر، وبامكاننا طبعا نغير الصورة، ممكن كل شهر لكل ورقة يكون صورة مختلفة.